وسهلا متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من العاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء. معنا شابة مصممة أزياء اللي غادي تكلم لنا على وغتكشف لنا رأيها في لباس الفنانة. معكم إنصاف وكيل. المهم خصنا أنا الموضوع اللي غنهضروا عليه والبيبي ديالنا، بالضبط القفطان المغربي القديم، ونقدروا نهضروا حتى على القفطان الموديرن. القصه ديالي مع القفطان المغربي بدات من عمي ديال جداتي. فاش كنت صغيره كانت كتوريني القفاطن ديالها في الجيل ديالهم، وكانت كل مره كتعاود طويهم تعاود تحطهم في ماريو وكتبقى تشرح ليا فيهم وهذا، ومن تما بحال الا تخديت من هذاك داك المشعل ديال القفطان المغربي. وهي كانت خياطه، كانت كتخيط بيديها بسناسل وهذا بالعقيق بيديها، وكانوا تبارك الله متقونين، وانا كذلك لحد الان كنقادهم هكا في الخياطه وفي القفاطن كنعرف نصيبها. الفنانات اللي كنعشق القفطان ديالهم نقدو نهضرو تبارك الله القفاطن ديالها واعرين، القفاطن ديالها زوينين، وداكشي علاش هضرت عليها. كيعجبني الستيل ديالها. وي حتى هي صراحة ما عرفتش، كيبانو ليا كلهم. شوف هذيك كتبقى مسألة شخصية في الباس ديالو، واش فهمتي؟ يعني تقدر هذه تكون كيعجبها القفطان القديم وتبارك الله من خويا، وكاين اللي كيعجبها الموديرن كيعجبها تبدل. دونك هي كل واحد فينا ما يمكنش ندخلو، واش فهمتي؟ وي وي ما نقدرش نبدلو اصلا. ممكن وي ممكن شي نهار زعما الا كنت بربي ولا الا بغى لي الله نقدر، علاش لا؟ داكشي كيبقى بالمكاتب، الا بغى لك ربي شي حاجه راه بغاها. نعم بالنسبه للبنات بحالك الشابات اللي تم بحالك كيف القفطان المغربي، شنو ممكن يديروا باش يتوجهوا لهم؟ كتشوفوا انك انت ما شاء الله في انستغرام كل الصور ديالك انت كتصوري غير القفطان المغربي، وانت انت كتعلمي الخياطه والازياء. اللي في حالي كيعجبهم القفطان المغربي، وهذا اللي غنقدر نقول لهم هو ما يكونش داك الحب للقفطان المغربي في القلب ديالهم فقط، حيت شي شويه بدا كينقرض وبداو الناس بداو كيبعدوا شويه على التقاليد ديالهم وعلى اللباس المغربي ديالنا. شويه خصنا نرجعوا ديالنا، وتبارك الله التراث ديالنا راه غني، وماشي ماشي في اي بلاد غتلقاي في حال التراث ديالنا المغربي. دونك خاص شويه الانسان يرجع للاصل ديالو. نعم كنشوفوا ان البنات دابا البنات اللي هاد الجيل ديال دابا في العشرينات اكثريه وكيبعدوا على القفطان المغربي، شي حاجه سامبل ولا لي غوب كيبعدوا على القفطان المغربي، رغم ان القفطان المغربي فيه لبسه زوينه. اليوم هو حنا اول حاجه حنا محسودين على القفطان ديالنا، فعافاكم رجعوا ليه، رجعوا للقفطان ديالنا، فراه ما غاديش تلقاو في حالو. سي فغي كو خاصنا شويه نكونوا معاصرين وتابعين الموضه، ولكن كل حاجه وبلاصتها. كاين بلايص اللي خصهم اللبس موديرن، وكاين الانسان يحترم كل بلاصه وصافي، كل بلاصه الحاجه ديالها، كل دي مقام مقام. نعم انتيا كتخيطي شكون الفنانه اللي تبغي تلبسيها؟ الفنانه اللي بغيت نلبسها دنيا بوطازوج، دنيا بوطازوج عزيزه عليا وبزاف، وتبارك الله ذوقها زوين في القفطان المغربي. واسماء المواقف تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. فين كنتي كتخيطي القفطان المغربي؟ فين بغيتي توصلي؟ انت باقا صغيره باقي متابعه المستقبل كبير، فين بغيتي توصلي القفطان المغربي؟ الأغنية ديالك انت بحكم ان وحده لي باج ديالها في انستغرام، وي عشان نخلي لكم باج ديالي، غير علاقه بالقفطان المغربي من هنا لاخر السنين. شوف كل شيء قريب عند الله، فهمتي؟ هو انا ماشي مركزين بزاف في هذا الدومين، ولكن اللي بغاها ربي مرحبا بها، فهمتي؟ انا دايره خطوه
فوالا دايره خطوه في نفس الوقت. وبالنسبه للانستغرام ديالي نخلي لكم انصاف وكيل. مهم حتى تخلي لكم البنت في الدار، كندوزو في الدار. هاد الدراسه العام اغلبيه زعما ندوزو في الدار، حيت اصلا الغد لي عندي اكزام. والعام اللي فاش كنت دوزت على برا، ولكن غير شي حاجه خفيفه مع البنات، وكنا كانت رينا مشكل في الاخر. ديك الساعه عماني غندوزو برا. كنا تعطلنا السوارش وراجعين مع 11 ونص الليل، والسوارش ما كاينينش، وبقينا جالسين برا حتى جا واحد من الدار. إذا متابعي قناة الشوق تيفي، كيف تابعتوا معنا؟ تبارك الله هاد الشابة الجميلة مولوعة بالقفطان المغربي، وتبارك الله وخلال تطلعنا صفحتها في الانستغرام تبارك الله كتحاول أنها تخيط ودير لمسة ديالها في القفطان المغربي، وتبارك الله عليها مولوعة بالقفطان المغربي. تبارك الله عليك، وعطات رسالة للشباب والجيل ديالها باش أنهم حتى هما يميلوا للقفطان المغربي. إذا متابعي قناة الشوق تيفي، شكرا لتتابعكم هذا البث المباشر. وصلنا للنهاية ديالو، إلى اللقاء.